مرحبا بكم البنات. الزول في كنت في حذاين، كما شفتوا في المباشر الماضي، ما كنت ولم في لايف اللي عدان نخدمت الفصاله لاغو باقيه، كنا درنا الفصاله تاع هاد لاغوب، وفي هذا الفيديو راح نشوفوا طريقه الخياطه نتاعها. دي لا فيديو ياكي اد نوالي امي شارت سيد نخيض تفهم في ديه لا فيديو الما لا فان اتوالي مفاق لي ديتاي ام شارت سيد نخيض بي بري ما تشا بي بري نسا 2 متر 50 نا 3 متر من التيسو على حسب شحال تحوج مثل لا لونغور او لي فازمون او مثل 3 متر اي فو ميو داوم 3 متر باسكو لا سينتور كلش افن تستخدم مثل كل يوم دونك نسعى 3 متر من التيسو لكن دي لايف ني عندنا الميس فصله خدمه استخدمه كان 2 دمي ومن بعد فير دي ماني يخصي التيسو ومن بعد تولي مثامش ميم الفانف ني وكذا لي بياس ني يستخدم لا فينيسيون et l'encolure même la ceinture j'étais obligée à s'khadma le tissu nylon donc on me fait s'khadma 3 mètres le tissu قلت لكم انتما استعملوا 3 جيبوا 3 مترات تاع القماش وعندنا لي قالوا عندنا هذا النوع تقدروا تستعملوا اي نوع من الجالونات تخدم اين كنتي هوان لي غالون مي في الموديل اكي في الموديل اكي الا كنت تخدم ذويكي يقلل في اللاس الا واكي وغفي دوا قيلا 12000 وما شفير في لي بري هذا 12000 الا واكي 18000 نا 20000 سا ديبون تي كوا دي تفرق 18000 تي كوا 20000 الا واكي هذا شريته 25000 هاك تيجي شريت هذا النوع من الوريدات هذو تيج تجي هنا كي وغاد الصنفاكي ليسونسييل الفصالة لا روباكي نخدميت بليزيوغ فوا كنت جا يون ليا يوث لا فيديو وكسر لي لا ديسكريبسيون يرنا خدمختي دي لايف اللي عدل خدمة كنت تزيد اون ديتاي دي لايف اللي عدل لا فيديو كنت تجري لا ديسكريبسيون يا ناد تفاني وساونني سوفلا لا فيديو لا فيديو يا كي انا اختي هي الفصاله لا رو باقي نخدميت كنت تجرب لي ليان لي ليان لايف لي ليان لا فيديو هي فلا توجور تتعاود نخليكم روابط تاع التفصيل ب تاع تفصيل هذا الجبه والان راح ندير لها الخياطه راكم تشوفوا القماش اللي راح ندير لها الطبطين بس التيسو يجي غاس خدمة لا فينيسيون اي لونكولور لونكولور يجي الخياطه مزدان بلوزيور فوا يكون تسيد مليح غاد نخيط الدوفون ومن بعد نوغا غاد نخيط لدو تبعم في لا فيديو على ما ادوالي مثل امش على دخيضة لونكولور يجي أبدأ أسيد نخيط أون دوا كونتر أون دوا أون دوا كونتر أون دوا في راح نخيطوه أون دوا كونتر أون دوا هاد القطعة درت لها لا فيزلين ثاقي خمغاس لا فيزلين تلها في الها مليح لا فيزلين تتعاون ثورة أسيد نخيط أما كيف تدنيغ نحضر كان نجبد الفارة أثن كرونتيا أثيد نقلب أثن نقلب لونكولور تاع الامام راح تخرج لكم بهذا الشكل
غتخرج لكم هكذا. ومن بعد هنا حكمت هذا القطعة الداخلية، حكمتها هكذا بالخيط باش ما تبوجيش، طفرت كاس الخيط وكنو تبوجيرا. او ميم طو عينت المنتصف، او ميم طو علمت الميليو ياكي ايوا كنا في حويج غون بعد ما راه خدمة لي كالون وكي زفزف. ثورا نكمل لا فينيسيون نو دوفون. هاد نخيط لي زيبول انج 1 سنتيمتر كيما راكم تشوفوا، راح نخيطو لي زيبول ونخلو هكدا 1 سنتيمتر منا و 1 سنتيمتر منا. ومن بعد نخيط في بياس تاعي انكيني زمرغه فنتي تخيط غا كاكي اي ثلاثة لي بياس انتي تخيط غا لا فوا. مي لي ديبيطونت ايل فو ميو تخيط مثقفل ثم زوارو ثاقيا لي زيبول دي سناف هو ميشا تخيضم تخيضم في بياس ثاقيا نسوف لا تخيضم تخيضم هو ميشا تخيضم ثاقيا ملي راكم تسيد ديجا طاوم ثالي ان سنتيمتر نين داقيا اتحسم. ثم بعد ادور مثاك وكاكي لونكولور لما تبضم ثدا لي ان سنتيمتر نذا عن نداقيا اتحسم في سيغنيث اتكملم اتخيضم في بياس ثاقيا سفلى لي بول. قلت لكم نعاود تقدر تخيطوها زعما على الفوا بصح للمبتدئات الفو ميو تخيطو دابور لي زيبول هما الاولين ومن بعد باش تخيطو هاد القطعه اللي تجي من الفوق تخيطوها حتى لي 1 سنتيمتر اللي خليناهم وتحبسوا ليغوي نتاعكم وتمشوا هكذا على لونكوليو حتى تلحقوا لي 1 سنتيمتر الاخرين تحبسوا تاني ليغوي ومن بعد تكملوا الخياطه نتاعكم تكرونتيو هكذا الرقبه نتاعكم وتقلبوا هذه القطعه الى الداخل. ها كنت ديفر اكاغي وكي ذا دوفون راح يخرج لكم بهذا الشكل. هذا هو الامام وهذا هو الخلف نفس الشيء درت له هنا حكمته بالخيط في المنتصف باش هذا كي نخيط لي غالون هذا القطعه ما تتحركش. نفس الشيء تقدروا تخيطوها هكذا على الحواف باش ما تتحركش. اون اتوندو نخيطو لي غالون اون اتوندو عند نخيط لي غالون يا كنت تفرت كي ديال الخيط يتلمس او ميم طون علما الميليو باسكو افحويجا ما راساليغ لي غالون يا انا خاضر في داك كي وكن ويتبوجرا في بياس تاعي ما را تخيضي لي غالون. فوالا داك لي مونش سنخدم مغلوغلي خدم غاس لوغلي اف ثورا اصل خدمه سنستفا لي غالون سن. هذا هما الاكمام درت لهم لوغلي دونك ندير لهم لي غالون نتاعهم. الثاني هي لا مونش ما استفمت لي غالون كنت دفر اكاكي الكم كي تستفولو لي غالون نتاعو راح يخرج لكم بهذه الطريقه. وهنا تحكموا الميليو تاع لا مونش وتحطوا هذه الورده ذاكي ميت كفمت لي غالون اتفمت الميليو لا مونش ذاكي اتسرسمت تسجي ثاكي اتتبعمت الخياطه تتخيضم بيان سور سماشيت. لا تخيضين ما لا تخيضين فيك كاكي لي كالون دكون كان داير لان لي زاغوندي سكيماش مسن كاكي شويه باش نجبد مثال كونتخيغ تاك مثال سنكا شويه لي تاع لي كالون يوكل وقت تدفع لهم كوليور نكون تكمش قلت لكم كي تخيطو هكذا لي زيكزاك
وين كاين هكذا لي زاروندي لازم ديروا هكذا تكميشات صغار ابان، تكميشات صغار ما تجبدوش بزاف الزيكزاك نتاعكم. هادو غالم تيمير انا لون كوليو راكي يقرا رص الدراكي انست هاديم في لي كالو استفنا ما كتسواليم ثما كاين لا او موديل قلت لكم هذا السطر تجوزوا عليه هذا لي كالو كيما كانوا على الموديل وكيما راكم تشوفوا فوق في لا فيديو اون بلوس قلت لكم كي كديروا هكذا لي كالو على الشكل الاروندي المدور هكذا مايلي سميث لي غالون ما تنتخدم مثلا كافين لان اروندي الا قاتن تسيما شمس اش تنتخدم مثلا دي بتي بلي تاخذ مثلا كي دي بتي بلي وتروح مثلا ديريكت تجبد مثلا لي غالون كنت ديريكتومون الا قات تسيما شمس كي دي بتي بلي اكوك ان عند لانك لي زاروندي استخدم مثلا دي بتي بلي اكو لي غالون يجي سورتو يهروان مليح ومن بعد ما تعاود لا دوزيام كوتور تسقعد مثلا كي مليح مليح غالون كنت ولكن ادفع لا روب كنت كي فارس مليح وثمش ودير بدارا ايمانيس قلت لكم لي غالون هادو لي غالون لارج كي تخيطوهم على شكل اروندي لازم ديروهم ديروا لهم دي بتي بلي هكذا دي بتي بلي ومن بعد تعاودوا لا دوزيام كوتور وتسيو سيغمو هكذا القماش نتاعكم باش لا روب ما تجيش مكمشه. فوالا هذا بالنسبه ل هنا مازال ما درتلوش لا فينيسيون نخيط دابور لي مونش نخيط قبل لا مونش تسالي لا مونش هو مش تسعدير غالون ني لانداكي اماكي هذه تسعدير داكي هذه روماك لا كوتور ني داكي لا مونش ثورا في دوالين ميت سوليمت لي مونش وتسالي مثلا كاكي لي مونش ومن بعد تفينيمت تسليم ثواقي تسليم لي غالون يغي ان غالو اي وكان اتفينيم فداين صدر لا روباغي قلت لكم تريتو دابور لي مونش ومن بعد تركبوا هذا لي غالون الاخير باش تفينيو كامل هذا الصدر كما راكم تشوفوا في الموديل ما كانش هنا هذيك هذه الورده في الموديل بصح انا رايح ندير لها وحده في الامام وراح ندير لها وحده هنا دي الموديل ولاش صورت تاكيا مي يمكنني نستخدم عصا نايو في تاكيا بزاف صايض تاكيا فوالا ومن بعد نكمل لاغوب نغلق يون الكوتي نغلق قفل يون الكوتي نخدم لو لي ريل با باش نسالي لي غالو دوامي نغلق الجهه نظام لاغوب قلت لكم نغلقو دابور احد الجانبين تاع لاغوب نخيطوهم زعما نخيط احد الجانبين ونديرو لوغلي في البا نديرو لوغلي ونخيطو لي غالو نتاعنا ومن بعد نكملو نغلقو لاغوب نتاعنا من الجانب الاخر من داخل نخمم في لا فينيسيون نقسم مثلا زياده باقي نقسم السوفيلي مثلا سانت لا سوفيلوز يمكن تطفي على ملح السوفيلوز هكينو فوالا لازم ديروا لها لا فينيسيون حتى في الجهه الداخليه وكي تروحوا تحدوها من الجهه الداخليه دائما تحدو مليح مليح ما تتحدم حدا مستيقسي داخل غير كنت اخذ طرخ فوالا voilà.